مشاهدينا الكرام، يا حيا ومرحبا فيكم، ويا حيا بالوالد سلطان عبد السعيد محمد الجلال. الله يحييك، شرفتني ونورتني اليوم. شرفتنا، الله يحفظك. الله يحفظك. الوالد سلطان طبعا في قعوبته الكثير من الحكايات والامور اللي بيحكيها لنا والذي بنسمعه من شعر، من مواقف طريفه. سمعت انك يا والد يعني عندك شعر وكمان معالج بالرقيه الشرعيه. هو الاساس مو الشعر، يعني انا الاشياء اللي اقول هكذا شعر. أيوة. شعبي يعني، وانا يعني يجتمع بهذا قلنا ابو ما يعني يطلع. يعني عملك الاساسي ايش؟ معالج بالقران. جميل جميل، وكلام الله سبحانه وتعالى شافي لكل شيء، شافي لكل شيء. وانزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. ايوه تمام ولا لا؟ وشفاء لما في الصدور. صحيح، والنعم بالله. قبل ما ندخل بقصة شغلك، أشيك تسمعني القصيدة اللي تغنيت فيها بجمال وادي حنا. جمال وادي حنا، حياكم الله. نبدأ به. قلت يعني بجمال وادي حنا، يعني الماء هذا الذي في بوي هدار ويمشي، وهذا على أساس نطالب بسد تخزين هذه المياه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ يا هاجسي هات قوافي منظم الأشعار، واخرج لي أبيات من الأعماق تستطار، وصف لي الوادي وجماله اللي يخطف الابصار، وعن النسيم اللي في به سري من الاسرار. وادي حنا حماك الخالق الجبار، ترابك الدر والياقوت والجوهر، حنت لك العيس وغنت باسمك الاطيار باجمل اللحن ودقه نغمه الاوتار. انا ننادي اهل الخير مواطنين زوار، نرد بناسد تخزن المياه الذي تهدر. صحيح. سيبقى هذا العمل لمن ياتي بعدكم تذكار، باحرف النور منقوش على الاحجار، مع تعاون المدير فارس رجل تنمية وإعمار. إلى الأمام يا مدير ضاعف الجهد واخبل المشوار، أنت للبلاد خير يا وجه الخير، والخير منك كل يوم مذكار، ولا تمر يوم إلا ونسمع عنك أحسن الأخبار. الله عليك يا والد، وجميل إنك يعني استغليت وجودنا اليوم، رحبت بحنا ترحيب جميل بكلمات رائعة، وكمان ناقشت قضية هي الآن تقريبا أغلب الناس هنا في وادي حنا يشتكوا من اللو إهدار المياه وعدم الانتباه إلى المحميات الزراعية. فطيب يعني هل أنتم يعني لقيتم من يستجيب لكم عشان تحافظوا على المياه تجمعوها؟ إحنا والله عندنا إحنا لحد الحين ما قلناش بأي إنسان. هذه رسالة عبركم بنوجهها لجميع أهل الخير وللمدير والمديرية والعاملين على المنطقة هذه. إن شاء الله كلنا ثقة بأن المدير والجهات المختصة أنها بتستجيب لهذه الكلمات والمناشدة اللي أطلقتها يا والد. طيب خلاص الآن نخرج من هذا الموضوع، نجي للموضوع الثاني. بالأحسن يا رب الله. طيب الآن نجي لي، كم لك تشتغل في العلاج في القرآن؟ والله لي فترة قليلة مش كثير، يعني يمكن حوالي 5 سنين. 5 سنين. إيه، من أول كان إحنا في السعودية، اعتربت في السعودية، اشتغلت بمكة بالحرم. يعني اشتغلت نفس الحكاية بالقرآن تعالج؟ لا، كنت أشتغل مع بن لادن، شغال عامل حجادة. أيوة، اللي هي مع اللي كانوا معهم شركة هناك بن لادن. أيوة، لما فلست هذه خرجونا، إحنا كلنا إحنا مطرودين، خرجنا من هناك فلست القسم حقنا، قسم فلس الذي هو قسم دبي. أيوة، إيش كان نظام الشغل؟ يعني إيش بإيش كنتم تشتغلوا؟ حديد، صبيات. كيف تعرف الذي في بوماس؟ أقرأ عليه، هو إذا هو في بوماس يختبط. يدوخ ولا يرتعش ولا يدوخ؟ يبدا يرتعش بالاول، يبدا يرتعش يدوخ. ايوه يدوخ. طيب الانسان كيف يحصن نفسه؟ يعني يحصن نفسه من السحر، من العين، من المس؟ يحصن نفسه من السحر انه يصلي الصباح ويذكر الله، يقرا ايات الكرسي، ويقرا بعد المعوذات واخر سوره البقره، وهذا يعني تحصن. من صلى صلاه الفجر فهو بذمه الله. صحيح، تمام ولا لا؟ لما يمسي. اما يعني هذا على كذا غير كذا من القران لا مقدرش اتفيدك عن اي حاجه، انه يعمل كذا او يشرب كذا او ياكل كذا. طيب موقف يعني حسيت فيه انه خلاص، يعني قال لك واحد تعبان قريت على ودوخ حسيت انه مات بعد 5؟ الا والله انه واحد دوخ حتى يعني العقل الحقيقي داري، يعني خفت يعني شويه، مش انه الانسان ما اقول انا قد انا معالج وانا كذا وانا كذا، يعني حسيت بنفسي خوف. يعني احكي لي من البدايه ايش الذي حصل لك فجاه عندك؟ راح يعني دوخ انقلب، يعني لقيته حوالي 5 دقائق الواد ما قامش، ورجعت قريت الايات على ما وطفش فوق الواقع حقه وشتغل. الله، والله بكذب عليك، هذا الذي والله حقيقه يعني لا في اي مجال يعني الكذب. وكيف كان شعورك؟ هل كان في من اهله جنبه؟ في اهله جنبه.
وهش خذ نوم خلوني ارتاح ما عمل له. انت عملك جميل ويعني ومن الاشياء اللي نقول اللي هي رائع ان تصحح مسار حياه الانسان ترجعه زي ما كان حقيقه. وانت ان شاء الله ربي يجزيك الخير باذن الله وربي يجنب الحناء ويجنب المتابعين والمشاهدين اي اعمال شيطانيه وباذن الله نكون جميعا متمسكين بحبل الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك يا والد. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا لبرنامج صباحكم اجمل سالي المخلافي.